قولي لي. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله بغينا نصايبوا البيني او السفنج. السفنج هذا حيت حنا البيني البنات كنقولوا داك الصغير، كاين اللي كيقول لي خرينك، وحنا داك كنقولوا البيني. والسفنج هو داك الكبير عادي اللي كيتباع في السواق وكيتباع عند درنا معلقه ديال درنا جوج زلايف ديال الطحين. أيوة. ياك جوج زلايف ديال الطحين، درنا معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه ديال الخميره ديال الخبز. صافي هي هادي. وسنيده ياك، سنيده شويه باش يعطي غير شويه هكا، غير نص معلقه بحال هكاك. صافي صافي، هادشي اللي كنديرو فيه. صافي صافي، وكنديروه وكنبقى نزيدو الماء شويه بشويه. حنا يا بنات خدمناه في العجانه، كاين اللي كيخدمو بيدي عادي، ماشي ضروري ان تكون عندك العجانه. البنات ما تشديوش عروين، انا راه كنا عندنا العجانه ديال الخبز ديك الكبيره، داكشي باش عجننا فيها الخبز. المهم هنا كنبقاو نزيدو الماء شويه بشويه. صافي البنات كتبقى تعجن معانا هكا، كنبقاو نزيدو الماء وهي كتعجن بحال هكا. هو البنات الشفنج كيخصو يكون خفيفة العجينة ديالو، ما تجيش ثقيلة، قد ما كان خفيفة كيجيك ناجح معاه، كيجي خاوي من الداخل، حيت هو سر النجاح ديالو هو أنه يجي خاوي ويجيو في دوك الفقاعات. البنات كلشي على الطابلية. كاين شي بنات كيقولو شناهي الطابلية، شنو هي الزاره؟ هي الطابليه، الطابليه المغربيه في البحرين. المهم كنبقاو نزيدو الماء شويه بشويه، هو كيتعلق، هو خاصو يتعلق مزيان ويكون خفيف، هذا هو السر ديالو البنات. بحال هكا المهم غنبقى نزيد الماء شويه بشويه حتى الاخر، وغادي نرجع معكم نوريكم القوام كيفاش خاصو يجي. صافي البنات هنايا من بعد ما تعجنات هانتوما كيفاش كيولي القوام ديالها، تمشيها ولكن راه حيدناه من داك المول وعاودت تعلكات مزيان، كتعلكها بيدك مزيان باش ما يبقاوش دوك الطروفه ديال، ما يبقاوش دوك الكريكيبات ديال الطحين ما يبقاوش فيه، يعني خاصها تولي بحال هكا القوام ديالها، كتخليها ترتاح ومن بعد عاوتاني نرجع معكم نقول لكم شنو غنديروا لها. البنات هنايا من بعد عاوتاني خلينا العجينه تحت شويه ديال السفنج، كنعاودو نزيدوها شويه ديال الماء وكنعلكو بحال هكا البنات، هي كتجي كتلصق وكتعذب شويه، ولكن هذا هو السر ديالها باش انها تنجح معاك. كتبقاي هكا تخدميها مزيان وتحاولي تدخلي ليها الهواء وتعلكي تعلكي تعلكي مزيان البنات، ديها وتجيبها، هي راه غتعذبك ولكن هذا هو السر ديالها، خاص ضروري من هاد العليك بحال هكا. شتي كيفاش كتخدم البنات؟ قدم ما علقتها قدم ما مزيان بحال هكا، حاولي تجمعي الجناب ديالك مزيان وتعلكي. شتو كيفاش، شتو كيفاش كتبان العجينة بحال هكا. صافي غنعاود عاوتاني نخليوها ترتاح شويه ونعاودو المره واحده اخرى نعاودو لها نفس العمليه بحال هكا، يعني هي كتعجن ثلاثه ديال المرات البنات. المهم توصل المره الثالثه ونعاود نوريها لك. صافي البنات هنايا من بعد ما عاودت ليها العجنه الثالثة، المهم سمحوا لي ما وريتهاش لكم نسيت صافي مع مشغوله. المهم نفس الطريقه ديال العجنه الثانيه، كتعاودي العجنه الثالثه صافي، وكديريها في بانيو ولا شي حاجه وتغطيها بالميكا ولا السلوفان وكتخليها البنات تخمر، عرفتي حطيها ونسايها نسايها، عرفتي هي قد ما خليتها قد ما مزيان. راه كاين اللي كيديرها في الصباح وكيطيبها حتى الليل، وكاين اللي كيديرها في الليل وطيبها حتى الصباح، احسن شيء كتخليها. وهي قال لك الوقت ديالها خاصها تقريبا 6 ديال السوايع باش توجد لك، يعني ديريها في الصباح وخليها الكاسكروط، اولا ديريها في الليل والصباح صايبيها للفطور، طيبيها للفطور. المهم ملي نبدا نطيبها غنوريكم كيفاش خمرات وكيفاش غادي تولي، ملي غنبداو نطيبها تشوفوا كيفاش غادي ترجع.
صافي البنات هنا من بعد ما كملينا السفنج ديالنا عرفتي راه ملي كيتنفخ راه نسيت ما بديتش لكم الفيديو من الاول راه وصل حتى الفوق ديال البانيو عرفتي راه ولا تبارك الله يعني عمر البانيو كيبان لك راه تنفخ وعمر بالهواء. صافي كنبداو نشكلو فيه دوائر وكنرميوه في الزيت. انا غنوريكم نعاود نصايب معكم وحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كنشكلوا الدائره. ها انتما شوفوا تبارك الله راه من فوق شو كيفاش داير العيون العيون الودان ماشي العيون تبارك الله ما شاء الله. دابا انت يا خلال الله غادي تشاركي لينا معاهم هادي اختي عاوش حيت ما كاينش في المغرب ما ناكلوش الشفنج. لا ضروري شكون اللي قالها لي خلقوا الاجواء ديالنا راسنا. شكون اللي قال لك اختي ما ناكلوش؟ شوفوا اول شيء كدهني يدك بالماء، ثاني شيء كتاخدي كويره هكا في يدك وكتخبيها من الوسط وكترميها. المهم هادي هي طيبت معانا، المهم تنوجدو كاملين ونكمل معاكم. ها انتم البنات شوفوا السفنج، شوفوا يا اختي كيفاش باش اختي ماشي ديال الزنقه. عاقلوا ليا واش ماشي بحال ديال ورا احسن من ديال الزنقه راه كاع معجش هنا ما في السكر كيجيك فيه غير السكر كيجي فيه الحلاوه بزاف البنات يعني دغيا كيتنفخي وراكم عارفين السكر راه ما زوينش للجسم واخا حنا راه كناكلو صراحه الله. شوفوا هادو لي صايبنا شو ايوا يا اختي بالصحه والراحه وما تنساش الجيم ولا وملي ندوق راه نردو عليكم هاد البوطه ما تبانش عليها الا كانت موسخه لان هادي شوفوا غتبان لكم بوطه موسخه غتقولوا هادو ما غاسلينش البوطه وداك الشيء هادي راه مخلينا حنايا ديال كاينه كاينه مع عيب برا اصلا هادي حنايا راه ما خدامش كنخدموا عيب بالفوقاني يعني هادي غير مخليناها غير حاطين عليها وصافي. صافي اختي انا جاوبتكم على السؤال قبل ما تسولوا لي. المهم البنات ما تنساوش لايك وكومونتير واللي ما بغاش يتعاود ثاني نديروا لكم شي حاجه اخرى. صافي ان شاء الله حنا غنبقاو عندكم غير الوصفات والفيديوهات داكشي اللي ساهل ماهل وعندكم في الدار تقضيو به. يلا البنات بيزو.